يعني كيعنيو طبعا ديال المال العام، وهذا مهم باش نذكرو، لأن ليس سي أبو الغري رئيس مجلس الجماعة اليمني، ولكن داكشي علاش طولنا في هذا النقاش معاه، لأنه لأغراض خاصة وتجارية وشكاية من كيف ما قلت لكم مقاولة إعلامية. هذه الشكاية كانت هناك محاولة لأنها داخلة، لأنها شكاية تجارية لأغراض خاصة، حاولنا في إطار الممكن، ولأنه قيادي اعتبرنا أنها تقيس صورة الحزب، ولأنه أي حاجة كتقيس القيادة كتقيس الحزب، حاولنا ندخلوا باش نساعدوا باش نلقاو حل، وهو يطرح حل، أو حتى ما عندي ما نخبي عليكم باش هو يدير واحد أن بون أغيير من راسه، ويعتبر بأنه خصو ياخذ واحد المهلة ديال شهرين، ثلاث شهور، أربع شهور، خمس شهور، ست شهور، يفك المشاكل ديالو باش ما يكونش هناك تأثير على الحزب. علاش؟ باش نجاوب حتى الأخت على السؤال اللي طرحت قبيله، لأن أعطينا واحد العهد لبعضياتنا ليس كقيادة جماعية ولكن مع الأخوات والإخوان بأننا غنحميو الحزب، خاصة بعد الإشكاليات اللي عانى منها الحزب بطريقة غير مباشرة، لأنه ليس معني في السنوات السابقة، أنتم عارفين قضية إسكوبار، فاعتبر أعطينا واحد العهد بعضياتنا في ماشي واحد كيحس أن البروبليم لأي واحد يقدر يجرى عليه المشكل، غتكون غادي غير في الطريق الله يحفظ وديرها متي تاكسيدون أكروشاج وتسمى قيادي دار ومحترف في القانون. دونك حنا قلنا خصنا نحميو الحزب وندور لو بروتيجي. هذا الوعد اللي عطينا لبعضياتنا بعد 3 شهور ولا 4 شهور ديال النقاش، استاذ صلاح الدين ما وفاش به، فاضطرينا جبنا الموضوع لهنا. علاش؟ لان القضيه فيها واحد الجانب اللي نقدروا نعترفوا داخل في البينال، داخل في الجنائي، يعني الا مشات الخطوه او تفعل الحكم او الشكايه او هذا، فلهذا اعتبرنا بان احنا ما غاديش نتسناو حتى يجرى المشكل. سكتو دابا عرفنا القضايا الاخرى، النقاش اللي كان قبل المؤتمر فجر الاشكال لجوج اعضاء الحزب ما كانش في راسنا، فلهذا ما خديناش قرار، احنا ما عندناش القضيه. دابا المشتكي جات شكل القياده الجماعيه، جا وقلنا عفاكم، وهم كيف ما قلت وصلنا ثلاثه الشكايات، ما يمكنناش غدا يجرى شي مشكل ويتحكم القضيه ونقولوا راه ما فرصناش، ما غاديش نكونوا شفافين مع رؤوسنا مع المناضلين، والوعد اللي عطينا للمناضلين ما غاديش نفوه به، وحتى الرساله اللي بغينا نوصلوها للمواطنات والمواطنين ما نكونوش بالطبيعه. فلهذا اضطرينا نجاوبوا بهذه الطريقه. ثانيا، اسمح لي ما قدمتش انا راسي في الاول، انا لست هناك وزير. القياده الجماعيه فاش تاسست المره الاولى في المؤتمر كلفت كناطق رسمي بها مع الإعلام ومع المواطنات والمواطنين، وبهذه الصفة أنا معكم اليوم، وكذلك مسؤول على الاتصال والإعلام داخل الحزب مع الأخوات والإخوان مع الطاقم اللي كيخدم في هذا المجال، ولأن المشكل كيهم المؤسسة وليس شخص، داكشي علاش حاضرين مجموعة ديال الإخوان بصفتهم المؤسساتية معك اليوم، ماشي جوا كوكوس المناضلة، رئيسة المجلس الوطني، رئيس الفريق، المسؤولة على ماشي فقط على المنظمات النساء، لكن حتى على الميثاق الأخلاقي. أن يكون جينا كأفراد وأشخاص، نجيبوا المكتب السياسي ونجيبوا البرلمانيين ونجيبوا يكون حاضرة كاع القيادات هنا. لا، هنا مؤسسات، هذا موضوع كيهم المؤسسات. للأسف لاحظنا، أنا أعتبر حيت أنا كنعرف سي صلاح هذه 16 عام، كاين شوية الغضب ديك الطريقة، ولا لاحظتوا حتى في الرسالة اللي كتبها راه كيذكر بأن هناك إشكال تجاري وهذا وهذا. إذا كان خصو أنه الوعاد اللي عطينا خصو يعفينا من هذا المشكل، هذا هو العهد اللي عطينا لبعضياتنا. إذا اليوم هو لاحظت بأن بغى يشخص الموضوع مع الأستاذة فاطمة الزهراء، هذا رأيه، ولكن أنا لا أتفق معاه، لأن الموضوع لا يهم فاطمة الزهراء المنصوري، الموضوع كيهم حزب الأصالة والمعاصرة وليس شخص. واللي عنده شي معركة مع شخص ولا شي حسابات أخرى يصفيها خارج حزب الأصالة والمعاصرة. هذا هو العهد اللي عطينا لبعضياتنا، وهذا هو المفهوم والنهجه اللي خدمنا بها. دايور في الاجتماع اللي كنا البارح معاه مصغر قبل ما ندخلوا للمكتب السياسي، ما كانش معاه الاستاذ فاطمه فقط، انا كنت حاضر
في جميع اللقاءات اللي كانوا معه منذ شهر 6 منذ شهر 6. واللقاء الأخير كان معنا السيد الرئيس حاضر، اعتبرنا بأنه من قدماء الحزب ومن لساج ديالنا ورئيس الفريق، لأنه السي أبو الغني هو كذلك برلماني رئيس الفريق، واعتبرنا وكنا طلبنا من السيد الرئيس تحضر معنا، إلا كانت عندها مهمة في البرلمان، جزء كبير من الصحفيين في البرلمان كانت عندها مهمة في البرلمان، ما قدرش تلتحق بنا في ذاك اللقاء باش جوستومون نهضروا معاه كمؤسسة، ماشي أنا عندي معك معنا. بالعكس نقول لكم واحد الحاجة، فاش جات الفكرة ديال القيادة الثلاثية الأستاذة فاطمة زهراء المنصوري اللي اقترحت صراحة الدين أبو الغني، هي اللي اقترحت، واش هي اقترحوا اليوم غتولي عندي معاه مشكل؟ هذه 8 شهور اعتبارا بأنه من الشباب اللي انخرط في الحزب، يعني واخا هو أكبر مني شوية من تقدى، يعني نفس الجيل، دخلنا 2008 أنا كانت عندي 25 عام وكانت عندي 34 ولا 35 عام تقريبا، يعني أول تجربة سياسية لنا تقريبا، ما كانش واحد اللي دار سياسة قبل، ماشي بحال سي تويزي اللي شفتوه في التسعينات. فهذه هي المنهجية والفلسفة اللي خدمنا بها أنا ذاك المؤتمر، وغنحاولوا يعني غنبذلوا المجهود التام باش، وكان عارفوا صهيب وكان عارف يعني كل شنو غيكتب دابا اليوم وغدا وداك الشيء غيخرج غدا، وكان عارف لي كومونتير اللي غيكونوا وراء هادشي، ولكن حنا غنبقاو اوفياء لهذا الوعد اللي عطينا لبعضياتنا باش بشويه بشويه كيف ما قلت لكم نرجعوا بشويه بشويه الثقه، واللي كيهمني انا بالخصوص الجيل الجديد ديال المواطنين والمواطنين اللي هما الشباب يبداو يثقوا شويه عاوتاني، يرجعوا ديك الثقه بالاحزاب السياسيه، والثقه كترجع بقرارات وليس فقط بالخطاب. راه كاين اللي كيخطب، راني قلت لكم قبل كاين اللي كيبقى غير يخطب فاش كيجي القرارات لا ديرها لا حميه معايا، كان يمكننا ناخذ هاد التوجه، لكن اعتبرنا بان خصنا نكونوا نموذجيين، لاننا اصلا فاش تاسسنا في 2008 الاخوان والاخوات اللي اجتمعوا باش تاسسوا قالوا خصنا نديروا السياسه بطريقه جديده، وحان الوقت باش داك الفكره او الشعار اللي كان انا داك نفعلوا كشباب لهذا الحزب ومناضلين حقيقيين لهذه الفكره ولهذا المشروع. بالنسبه للغومانيمون السيده الرئيسه كانت تكلمت عليه ديك المره في المجلس الوطني في ذاك اللقاء اللي كان مع الصحافه، حنا ننتظر ان يكون هناك اجتماع للاغلبيه باش انا ذاك نناقشوا هذا الموضوع، وناقشنا داير سمحوا لي ناقشنا كذلك البارح في المكتب السياسي، فقط بلغنا للاخوات والاخوان فاش غيكون هناك اتصال من طرف رئيس الاغلبيه اللي هو رئيس الحكومه اللي مع القياده الجماعيه او مع المنسقه ديال القياده الجماعيه في هذا النقطه، غنجيو نناقشوا دابور مع الاخوان ديال المكتب السياسي باش نعرفوا واش كنتكلموا على واحد تعديل تقني يعني شخص بشخص ما هي الرؤيه اللي غنحطوها، او تعديل شامل يعني لاركتيكتور كاين شي حوايج خاصها تبدل، هادشي هذا هو المضمون. نحن على 22 شهر اعتقد 24 شهر من الانتخابات المقبله، شنو هو التصور؟ واش مازال عندنا الوقت باش نبدلوا القطاعات؟ حيت كاين هذه الفكره تروج، ولكن واش الا بدلناهم غيعطيو ذاك النتيجه في 20 شهر او في 24 شهر؟ خصنا هادشي كلشي خصو يتناقش، وعاد انا ذاك نمشيو في واحد المقترح اللي غناقشوه داخل المكتب السياسي، وعاد كيجيو الاسماء. دوك اللي كيظن او اللي كيعتقد بان هذا القرار اللي اتخذ مبني على التعديل الحكومي ضد فلان فلان، هذا النقاش كاع ما كان نهائيا. وانتم كتعرفوا بان في الحزب اثره والمعاصره لما اقترح اسماء لتمثيلهم في الحكومه كانوا اعضاء معروفين داخل حزب الاثره والمعاصره، وكانوا اعضاء يعني قراب من الحزب، ولكن ما عندهمش واحد الدور تنظيمي مهم بحال الا سمعتي فاطمه زهراء او سي وهبي او سي سكوري، ولا انا اللي كنت مع الحزب 2008 كاين حد الحزب عنده حتى هو خبراء ديالو في بعض المجالات.